متابعي موقع طنجاوي الاوفياء، السلام عليكم ومرحبا بكم فيما كنت. برنامج ديال رمضان في الحومه تسالى، ولهذا احسن حاجه نقدروا نختموا بها هي الاجواء ديال عيد الفطر في احياء مدينه طنجه. ما نطولش عليكم، خليكم معنا باش نعيشوا هذه الاجواء كاملين. ودابا كنكونوا وصلنا لحومه كاسابلاطه، خليكم معنا ونشوفوا الاحياء ديالها كيفاش كدوز لعيد الفطر. خليكم معنا. العيد انت كتشوف هاد الشباب ديال الحي الجديد كاسابلاطه مدينه طنجه، كلشي نشطان، هاد البراعم تا هما مساكن فرحانين، وكنتمناو نكون مغاربه سنه سعيده وعيد مبارك مسعود، الله يبارك فيه والله يرحم الشباب اللي قاموا بهاد المبادره هادي، وكنصوا الحباب اللي وقفوا معانا الوقفه رجاليه، وتحيه للدراري ديال الحومه، وسمعوا اللي في الجاليه، عواشر مبروكه. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما لنا، الله أجعلنا من الشاكرين. الأجواء عندنا هذا العام هنايا مزيانة، عمرها ما كانت بحال هذا العام هذا. والدراري كاملين كنهنئهم على هذه الصداقة بيناتهم وهاد الزورة بيناتهم، وكنطلب من الله يكونوا دائما هيدا. بدرس بالنسبة للجالية اللي ما قدروش يحضروا معنا هاد الأجواء هادو، وجه لهم شي مبروك العواشر، وكنطلب من الناس الجالية ديالنا اللي في أوروبا الله يجيبهم على خير هاد العام، وكنبارك العيد لكل المسلمين اللي في العالم. شكرا بزاف. وكنشكر ايوب اللي عندنا عزيز، وانا واحد المعجب بك السي ايوب، طنجاوي ديالنا ومسلم ديالنا، وكنبغي دائما وديك الضحكه في الابتسامه دائما عنده في ذقنه. مرحبا بكم في الحومه ديالنا اخوتي، وعملنا هذه الاجواء هذه، وتحيه للدراري ديال الحومه تبارك الله اللي ضامنا كاملين مع بعضياتنا وتعاوننا مع بعضياتنا. ايوا والله يهدي ديك اليهود علينا، والله الله يطلق سراح ديك الفلسطينيين دراوش اللي كياكلوا فطار وفي هذا النهار المبارك، وحنايا معايدين والناس كتموت، والله يهدي الأمة محمد كاملة، الله يحفظكم. عليكم خوتي، عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحة ولنا وطول العمر، مرحبا بكم من عندنا دائما في كاسابلاطة، ودائما عيد مبارك سعيد. دائما عندنا الاجواء ديال العيد في الحومه، واخا كيبغيو يمنعونا، واخا كيبغيو يزولوا التامع، واخا كيبغيونا ما واخا كيبغيونا ما نصليو شي صلاه ديال العيد، هايداك بنادم تبارك الله كيفيق بكري ويبارك العيد اللي بعطيتو، ويشوفوا الحباب، وعيدكم مبارك سعيد، تعايدوا الصحه والهنا، والله يدخلوا علينا في الصحه والعافيه جميع الامه الاسلاميه.
السلام عليكم حبابي صحابي، واش راكم بروكات؟ عيدوا بالصحة ولنا، واش ما كتمناو شي صحة جديدة إن شاء الله. ومرحبا بكم الحومة ديالنا وكسبارطة، كما كتشوفوا الأجواء ديالنا راه خالقين السعادة مع راسنا. واش راكم بروكة؟ والعشق بالله صلي عليه، الله صلي عليك يا رسول الله، والله صلي عليك يا رسول الله. ودابا وصلت النوبه ديال حومه بن مكاد، خليكم معنا ونشوفوا الاحياء ديالها كيفاش كتحتفل بالعيد الصغير. خليكم معنا. الحومه ديال بني مكادة يعني كنعيشوا واحد الاجواء ان شاء الله كبيره اللي ما كنتي كتصور في العقار، كنزوروها في كل حي كيعملوا هذا الشيء، هذا الشيء ديال الامور ديال هذا الشيء دراما امور رمضان ديال الاجواء ديال العيد، كلشي فرحان كلشي نشطان. خلطت عليهم انا عي كنضرب الدوره ديال السحور، خلطت عليهم جبرتهم انا عاود الحومه كامله تبارك الله بالشباب خصنا نعملوا المبادره كاملين بينا، وانا 7 سنين وانا كنتكلف بهذا الشيء هذا، كنجمع مع الجيران ديال الحومه غير الدراوش، كل اللي كيعاونك بشي بركه قليله كاين يعاونك ببركه كثيره. الحمد لله هذا الشيء اللي كاين، وخصنا نحيوا هذه الذكرى هذه، وتحيه سين الناس دار الدوله والناس طنجه كامل، تبارك الله عليكم ومغاربة كاملة. ان شاء الله السلام عليكم خوتي، واشكم مبروكة؟ تعيدوا الصحة لنا، وباش كتمناو شي رزيق والداري فرحانة كلشي ناشطان كلشي وهذاك، اللهم لك الحمد. وكنتمنى ان شاء الله كل عام هيدا والفرحة والنشاط. مرحبا بكم اخوتي في الحومه ديالنا، وعيدكم مبارك سعيد، كنتمنى لكم الف خير في حومه ارض الدوله. خي هارون الله يرحم باباك. وكنشكر هشام تاراكونا وفي نوا صاحب فكره وصاحب مبادره مساعدين الدراري د الحومه ملي تكلفوا بهذا الشيء هذا وكذا، ومساهمه مع بعضياتهم، كنتمناو هذا الشيء هذا والله يبقى دائما وما ينساوهاش الدوله والشعب واللي عايش مع الشعب.
تحية جميع المسلمين، تحية فلسطين، عيد مبارك سعيد. تحية الجالية المغربية تاهم مساكن تاهم الحومة ديالنا، والجالية ديما كتحاول يعني ترد ديك البصمة اللي كانت شحال هادي. الحمد لله تينا كتشوف أجواء مزيونة، الدراري فرحانة وصغارين هما. دار حبيبو واش المبروكة، العيد سعيد، مرحبا بكم الجبالي او الدوله. حنا نقدموا التحيه للناس اللي قدموا المبادره هذه. الناس تبارك الله عليه اللي كامل وما صارانين، يعني الحمد لله كيكرموا الناس اللي كيعرفوا اللي ما كيعرفوش، اللي يدوز ياكل يجلس. تحيه الدراري الحومه كاملين بهم تبارك الله عليهم، وعيد مبارك سعيد، والله ينصر الاخوان ديالنا في القدس ان شاء الله. عليكم وعيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية. وكما كتشوفوا حنا في الأجواء في أرض الدولة كنعيشوها، وخفت الجائحة هذه وهادشي هذا، والحمد لله والحمد لله على دراري الحومة خلقوا لنا الأجواء هنايا. إيوا وكنتمناو الشكر وعيد مبارك سعيد. وكنتمنى من المغرب كامل بقى يعمل هاد الفكرة بحال هادو كل عيد وكل مبادرة كذا دراري الحومة، ويفرحوا الواو وصغارين كدا بحال هاد الشباب هذا اللي طالع الجيل الجديد. انا دابا في حومه بن ديبان، خليكم معنا باش نشوفوا الاجواء ديال عيد الفطر كيفاش كدوز فيها. مبارك سعيد، سعيدوا بالصحة ولنا طنجة وكاملين وجميع الأمة المسلمة إن شاء الله، والإخوان ديالنا في فلسطين ما نساوهمش حتى هما، عيدهم مبارك سعيد. هنا فينا كتشوف الأجواء كيفاش عاملة، حاولنا نخلقوا العيد بأبسط الطرق ويفرحوا الصغارين والكبارين إن شاء الله، ونجوزوا العيد أحلى عيد أيام. أبدا عيدك مبارك سعيد، سعيد مساوي إن شاء الله بالصحة والسلامة. الحمد لله كنشوفوا الاجواء مزيانه الحمد لله، الدراري نسطانا كلشي نسطان كلشي فرحان. ايوا الحمد لله وعيدكم مبارك سعيد. مرحبا بك اخي ايوب معنا في الحومه، وعيدكم مبارك سعيد، والله يدخلوا لكم الصحه والهنا وباش طول العمر ان شاء الله. ان شاء الله اخي ايوب. شكرا ايوب. ثاني احسن عيد داز كورونا بقوه، العام الاولاني دازنا مكحط، العام الثاني داز بلا ما نقول لك شي حاجه مزيونه. هنا كتشوف ماليين في الحال ديالنا الحمد لله، الدراري مجموعه مع بعضها. حاجه وحده اللي خسروا انايا ما صالينا شي مجموعين، ولكن احنا تجمعنا مع بعضيتنا دابا والحمد لله الخا. واخا شي تصفيقه سنا اوبي غادي اوبي. في الحقيقه ما سخيتش بكم، برنامج ديال رمضان في الحومه تسالى، ولكن انا باقي ما تساليش. كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في برامج جديده ومواضيع جديده ان شاء الله. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.